تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر مراحل التدريب والتأهيل البدني والمهاري المختلفة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية ودارسي عدد من الدورات المدنية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. طلبت الأكاديمية العسكرية المصرية ودارسي عدد من الدورات المدنية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وشاهد القائد العام ميادين التدريب المطورة ومختلف الأنشطة الخاصة بالتأهيل البدني والعسكري للطلبة، والتي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، بما يعكس الطلبة لتخريج ضباط مقاتلين قادرين على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لحماية تراب الوطن وصون مقدساته. وفي نهاية الجولة التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بطلبة الأكاديمية العسكرية ودارسي عدد من الدورات المدنية، وشاركهم تناول وجبة الإفطار، حيث نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيدا بما لمسه من مستوى إعداد متميز للطلبة، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية، ليتواصل عطاء أبناء القوات المسلحة جيلا بعد جيل. كما قدم القائد العام التهنئة لطلبة القسم النهائي على قرب تخرجهم، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية، موجها الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول للدفعات الجديدة بالأكاديمية لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.